السلام عليكم طلاب صف الرابع أساسي، سأشرح لكم اليوم درسا جديدا في القواعد وتحت عنوان الفاعل. افتحوا جميعا على الصفحة 51 وتابعوا معي. التعريف بالفاعل. اقرأ الجملة التالية: تنهمر الدموع من عينيها. أين الفعل في هذه الجملة؟ الفعل في هذه الجملة هو تنهمر، لأن هذه الكلمة تنهمر تدل على حدث. هو في أي صيغة؟ راقب جيدا عزيزي الطالب. الفعل تنهمر يبدأ بحرف التاء، تنهمر، والتاء من أحرف المضارعة ومرفوع بالضم الظاهرة على آخره. إذن الفعل تنهمر هو في صيغة الحاضر. أعربه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلى ما نسب الفعل تنهمر؟ نسب الفعل تنهمر إلى كلمة الدموع. ما نوع كلمة الدموع التي نسب إليها الفعل تنهمر؟ نوعها اسم، لأنها قابلة للتعريف. ماذا نسمي الاسم الذي يسند إليه الفعل؟ أي ماذا نسمي الاسم الذي فعل الفعل؟ نسميه الفاعل. إذن ما هو الفاعل؟ الفاعل اسم يسند إليه الفعل. اقرأ الجملتين التاليتين. الجملة الأولى: نادى الأسد الحيوانات. الجملة الثانية: تنهمر الدموع من عينيها. السؤال: دل على الفاعل في الجملتين. انظر عزيزي الطالب إلى الجملة الأولى: نادى الأسد الحيوانات. نادى فعل، لأن هذه الكلمة نادى تدل على حركة. ما الذي نادى؟ الأسد. ما الفاعل؟ الأسد. إذن الأسد فاعل. الجملة الثانية: تنهمر الدموع من عينيها. تنهمر فعل، لأن هذه الكلمة تدل على حركة. ما التي تنهمر؟ الدموع. ما الفاعل؟ الدموع. إذن الدموع فاعل. أين أتى الفاعل في الجملتين؟ أقبل الفعل أم بعده؟ راقب جيدا عزيزي الطالب. أتى الفاعل بعد الفعل، ودائما يأتي الفاعل بعد الفعل. ما حركة الفاعل في الجملتين السابقتين؟ الحركة هي الضمة. الضمة علامة ماذا؟ الضمة علامة الرفع. كيف يأتي الفاعل دائما؟ يأتي الفاعل دائما مرفوعا. اقرأ الجملة التالية: جاءت النعجة تبكي. دل على الفعل في هذه الجملة. جاءت فعل، لأن هذه الكلمة تدل على حدث. ما هو فاعل الفعل جاءت؟ ما التي جاءت؟ النعجة. ما الفاعل؟ النعجة. إذن
فاعل الفعل جاءت هو النعجة. هذا الفاعل النعجة ما نوعه؟ نوعه اسم ظاهر لأنه قبل أل التعريف النعجة. ما الفعل الثاني في الجملة؟ الفعل الثاني في الجملة هو تبكي لأن هذه الكلمة تدل على حركة. أين فاعله؟ ذكرنا في السابق أن الفاعل يأتي بعد الفعل. أين فاعله؟ استتر. ما معنى استتر؟ مختبئ وغير ظاهر. ماذا نستطيع أن نضع بعد الفعل تبكي؟ نستطيع أن نضع الضمير هي. إذن فاعله ضمير مستتر تقديره هي النعجة. كيف أتى الفاعل هنا؟ أتى الفاعل ضميرا مستترا. أستنتج يأتي الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا. أستنتج الفاعل اسم يدل على من يفعل الفعل. يأتي الفاعل بعد الفعل. المثل نادى الأسد الحيوانات. نادى فعل، الأسد فاعل. يأتي الفاعل دائما مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره. يكون الفاعل اسما ظاهرا، مثلا وقف التلميذ وقف فعل، التلميذ فاعل، أو ضميرا مستترا اجلس فعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.